هلا مرت عمك بدها تفصل زيارة الولد؟ لك يا عمو، مرت عمي اجت لعندي وقالت لي انه هيك العادة، طولي بالك. شو عادات ما عادات؟ ما قصدي انا هي الشرشوحة اتفصل زيارة حفيدي انا. يا عمو بوس ايدك حاجة تعلي صوتك. لك وليش بالله خايف تسمعها؟ لك يا عمو، لك انت شو خسرانة اذا القماش جاي تاخده من عندي من الدكانة؟ واذا بكرة بتعطيه لشي خياطة شرشوحة مبهدلة مثل شكلها؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا عمو، كرمال الله بوس ايدك. اسمع، ديارة حفيدي ما حدا بفصلها غير انا. لك يا ام مشان الله وطي صوتك قلنا عليك بلا مشاكل وخلاص، فصلي اللي بدك يا وهنن كمان يفصلوا اللي بدهم يا، وبس تيجي الولد لبسيه انت اللي بدك يا منيحك خاطرك. اهلين وسهلين بالعقيد. ليش عذبتي حالك ام العز؟ ولو مشان واجبك. شرف عقيد شرف. يسلم والدين. ايه صحيح، بدي اسألك، صحيح اختك نهال خطبتوها لابن ابو عبده؟ ايه والله، والخميس الجاي كاتب كتابهم ان شاء الله. يو هلا من بين كل رجال الحارة ما لقيته غير ابن ابو عبده. ليش يا مو شو ابو عبده؟ والله شباب بضاي ومعدل كل الحارة بتعلم في اسمه. شو هالحكايات اللي عم تحكيه؟ ايه ما معه النقلة. بس يا ام العز، نحن اشترينا رجال، ما اشترينا شوال مصاري. لا تواخذني يا عقيد، انت مثل اخي، يعني الناس مقامات، يعني انت ما بيصير ترضى انه تخطب اختك لابن الطيار. يا مو يمكن هدى عم بتنادي لك. الله يوفقك، روح شوف شو بدها. يسلموا ايديك على ضيافه. قومي قومي يا مو. ماشي ماشي، رايحه عن اذنك عقيد. عقيد ان شاء الله لا تواخذني، بس امي هيك شو بدي لك حكياتها يعني دج. الله يصلحها ويهديها لك. الله يعينك على هيك ام. شو بدنا نسوي عقيد؟ انت قلت ام. يا مرت عمي شو في؟ ليش عم تعيطي؟ وطي صوت. شو هاد اصفر واحمر وما بعرف شو لابسه؟ والله مجهزه حالك خير ان شاء الله. لوين رايحه؟ لعند امي، بدي زورها، مشتاقت لها كثير. بدك تزوريها؟ مشتاقت لها كثير. ايه معك حق والله. ايه فوتي على اوضتك، فوتي، ما في روحه. يلا مرت عمي. ليش؟ روحي عند اهلك، ما في، فوتي انضبي. بس يا مرت عمي انا اخذ اذن ابن عمي، هو سامح لي روح لعند اهلي. حبيبتي الكلمه بهذا البيت هي كلمتي انا. مرت عمي والله العظيم مشتاقه كثير لامي واخي، بعدين كثير كثير مشتاقه لبيتنا. الله يوفقك. بيتكم؟ ليش هاي الخرابه مسميتيها بيت؟ لا يا مرت عمي، عم تعايريني فقر بيت اهلي. لك حاجه تردي بوشي؟ انا قلت لا يعني لا. وشو رأيك إذا قلت لك إنه أنا بدي روح وبيت أهلي اللي مو عاجبك أحلى من هذا البيت؟ وليه؟ عم تشبهي بيتكم الخرابة بهذا البيت؟ يصحلك! لك حاجة تقولي خرابة؟ ولك شوفي! ليش صواتكم طالعة؟ أنت شلون تسمح لمرتك تروح لعند بيت أهلها؟ ابن عمي الله وكيلك عم تحكي حكي على بيت أهلي لا بنحط بميزان ولا بأقبال. يا مو شو المشكلة إذا رحت لبيت أهلها وزارتهم؟ شو المشكلة؟ يا ما بكفي رضينا فيها؟ كمان بدك تمشي كلمتها علينا بنت ام رافع؟ مرت عمي لا جيبي سيرة امي على لساني. هدى لا ترفعي صوتك قدامي بامي بالمرة. ها هذا اللي بيطلع من الشرشوحة بنت الشرشوحة. عم اقول لك ما جيبي سيرة امي. ها لك هدى خلاص. عم تضربني ابن عمي؟ انا رايحة لبيت اهلي. شد كلمتها درب يسد ما يرد. لك اخ، لك انا شو سايب حالي ولك انا مين بدي ارضي؟ لا ارضي، بس قليلي. مرحبا صهري. علينا هاي مرت عمي، تفضلي تفضلي. انا جاي احكي معك كلمتين ومشي. اذا كرمال هدى وخصوص اني ضربتها سديني يا مرت عمي، انا ما كنت اقصد اضربها بالمره. بس شو؟ ما قدرت تكسر كلام أمك ما هيك؟ شو بدك يعني ساي مرت عمي؟ أغضب أمي؟ أنت بيهون عليكي؟ ليك عزيز، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا بدك تضل وراء أمك وأعمالها المنيحة ضد بنتي فعلى الدنيا السلام. شو قصدك مرت عمي؟
يعني انت من طريق وبنتي من طريق. استغفر الله العظيم، شو عم تحكي انت مرت عمي؟ ولك انا هدى بحبها وما بحسن اعيش من دونها، والله يوفقك. يعني والله ما يعرفان شو بدي اعمل، شغله مو بايدي. معناتها الله يرضى عليك، افصلها عن امك. شو قصدك مرت عمي؟ بدك يعني تخلى عن امي يعني؟ لا، بس على قليله اشتري لبنتي بيت قاوية فيه وبعدها عن فصول عزيز ناقصة. تعال بسرعة بيتكم هبط. شو؟ الله أكبر على الحكي. الحمد لله على سلامتك. لك شو صار؟ شو صار يا أبو؟ طمنيني عنك، شلون أنت بخير؟ شو يا أبو؟ ما بقيت على السلامة. السقف هبط. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنت بخير يا أبو، المهم أنت بخير. عم يجي عندي شيء يقليلي، فيكي شيء؟ ما بعرف، ماني حاسس شيء. يا لطيف. طيب خلونا ناخذها على الخستخانة. عزيز هذا اللي عندي على البيت. يلا. لا والله ما بتروح الا لعندي على البيت. الحمد لله على السلامة. خليني هلا، خليني امشي امشي يا ابو، امشي امشي هلا بنشوف. خليني ساعدك. الحمد لله على السلامة. خليني ساعدك. ما بدي يسلم. يمكن اكلي مو قد المقام، بس بيقولوا انه نفسي على الاكل طيب كثير وبيعجبك. يعني إذا بتحبي مرت عمي بقوله لأخي رافع يعجب لك صفيحة من الفرن. مو جعبالي. طيب بتحبي تفوتي تسطحي جوا؟ وين بدي نام؟ هون. يلا يلا شري صغري، شري يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا عمي. شلونك يا عمي؟ يا ميت أهلا وسهلا صغري. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك هدى، الله يسلمك. شو يا عمو شلون صرتي؟ كيف بدي صير يعني وأنا قاعدة بهيك بيت؟ تعي شوي يا عمو. شو في؟ لك شو شو فيني؟ فيني أفهم شو بدك؟ إيه مو قدرانة ضل هون، قرفانة كل شي بقرف. هي معناتها فوتي البسي ملايتك وخلينا نروح. لوين؟ على بيتنا، منروح أنا وياكي لهنيك ومننا. بالله بدك يعني نام ببيت خرابة كله تراب؟ بدك بوس ايدك يا هون. الجماعة استقبلونا أحلى استقبال وعم يطعمونا أحلى أكل وعم يعملوا اللي عليه هون. لك شو صار لك بالك؟ والله لحد جنينيني، ما عم بفهم عليكي. لك ومن أيمت كنت تعصب علي؟ لك يا هون لأنك حيرتيني، لك مالي عرفان شو بدي ساوي، حاجة تخجلني قدام العالم، لك حاجة. خلاص فهمنا. صهري شو رأيك أعمل لك صحن ومع كاسة شاي تعطيه لأمك تفطر؟ لا مرت عمي ما في داعي، ما في داعي. اي والله ما حلوة، لازم تعطي لها لأمي. لكن والله ما بعرف شو بدي احكي. خلاص هلا بطلع بجيب لها بالاكلات اللي هي بتحبه. خلص انا رح اقوم شوفها وشو شو بدها نعمل. ما في داعي لا تعزفي. انا بجي لحالي. هي اهلا وسهلا مرت عمي. تفضلي تفضلي تقبريني. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي مرت عمي. والله يا ام رافع سلم هالايدين. يعني أكلاتك ما بتفوتوا، هذا اسمه العز الدايم. ما حروحوا على حالي إن شاء الله. ألف صحة وهنا إن شاء الله. على قلبك. تفضلي. وهي كاسة شاي كمان. مو لحدا؟ لا مو لحدا. لا لا لإلك. إلك. شكرا. امسكي يا عمو، امسكي. أخي ربي والله هلأ حلي الفطور. إن شاء الله صحتين وهنا. عين دكتور بني. وهي من عندي كمان. أربي أربي لهون لجيك بعدتي. تعي طعميني. طعميكي لك أشوف. إن شاء الله صحتين هلا. إيه ها إيه ها، يا الله لا يحرمني.